وفي نفس الإطار لنفس الموضوع الخاص بالقيمة المالية التي حددتها محافظة القاهرة، تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة سهى سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب. أستاذة سهى، يعني إلى أين آلت الأمور حتى اللحظة في مسألة القيمة المالية؟ وكان معنا منذ قليل دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. الحقيقة بوجه كل التحية لمشاهدين حضرتك الكرام والدكتور أشرف والزميلي معالي النائب نادر مصطفى اللي شاركوا النهاردة معالي محافظ القاهرة في الاجتماع بخصوص على خلفية هذا الأمر. الحقيقة خليني أقول لحضرتك أنه كان واضح من مداخلة فخامة الرئيس الاهتمام البالغ للدولة المصرية بدور الثقافة ودور الأعمال الفنية والإنتاج الفني المتميز الذي يؤثر وينعكس بشكل مباشر على سلوكيات الناس ووعيهم. ففي المقابل كان ضروري أن كل القرارات التي تتخذها الدولة في هذا الإطار تكون متسقة مع هذا الدعم، وبالتالي القرار الصادر شفناه من وجهة نظرنا كمؤسسة تشريعية وكذلك نقابة الفنانين، شفناه أنه بشكل ما لا يسير في نفس السياق أو لا يعني يكمل النسق اللي كان منوط انه يكون بيه. والحقيقه ابدت المحافظه مذكوره استجابه عظيمه وسريعه في هذا الاطار بعد ما قابلنا. هل سيتم مراجعه لهذا القرار ام يتم تعديل طبعاً الارقام؟ لا طبعا طبعا في مراجعه للقرار، ويعني كان مطروح انه احتمال تعود الى القيمه الاولى او للرسوم الاولى، لكن ما يكونش طبعا بالرقم اللي ذكر، لانه كمان خليني اقول لحضرتك انه التصوير الخارجي مش بس انتاج يعني اعمال فنيه درامي او سينمائي، لانه كمان سياحه، يعني طبعا في سياحه تقوم، صناعه سياحه بالكامل تقوم على السينما وعلى الاعمال الافلام العالميه بالطبع اللي بتريد بالزبط او بترغب بالتصوير في محافظه القاهره كعاصمه لجمهوريه مصر العربيه. شكرا جزيلا لك النائبه سهى سعيد وكيل لجنه الاعلام بمجلس الشيوخ.